ينطلق الآن أيها السيدات والسادة متابعينا مشاهدينا الكرام الشوط الخامس، شوط الخيل المهجنة الأصيلة الإنتاج محلي بمسافة 1400 متر سبع من الجهات تنطلق وتتنافس على جائزة وقدرها 75,000 ريال. الوسيل المسيطر سراب زوزي أبها الريان بارك ومجوان. الصدارة والمركز الأول يبدو لينها مع رقم 6 الجواد الريان بارك لأسادة مربط زاخر مع مارك ليرنر. ثانياً عندنا زوزي لحسن العبد الملك باندفاع قوي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الوسيل لمحمد بن حمد بن خليفة العطية. رابعاً مسيطر لخليفة بن شعير الكواري. سراب في المركز الخامس بوضع جميل من الجهة الخارجية من وسط الجهاد. أشاهد الجواد أبها في تقدم قوي أو الجواد مجوان، آخر الجهاد أبها لمحمد بن حمد العطية. لا تزال زوزي الآن على المركز الأول وعلى الصدارة. الوسيل اليوم يحرك بدري الوسيل لمحمد بن حمد العطية عكس المرة الأخيرة. الوسيل الآن في تقدم قوي مسيطر يبحث عن فجوة من وسط الجهاد. التحركات أشاهدها مع الوسيل، الخط المستقيم باتجاه خط نهاية. الوسيل على المركز الأول وعلى الصدارة لمحمد بن حمد العطية، إنما مسيطر في المركز الثاني، ولكن يبدو انها رايح على الوسيل. شوف من القادم، أبها من وسط الجهات، ولكن الوسيل على الصدارة مسيطر على المركز الثاني من الجهة الخارجية. مسيطر والوسيل، أبها من الجهة الداخلية مسيطر الوسيل. أيها السيدات والسادة متابعينا مشاهدينا الكرام، الوسيل إذن هنا نتيجة نهائية أيها السيدات والسادة. المركز الأول الوسيل محمد بن حمد العطية، المركز الثاني أبها لمحمد بن حمد العطية أيضا، ثالث المراكز مسيطر خليفة بن شعل الكواري، المركز الرابع سراب حسن على عبد الملك، وخامس المراكز زوزي حسن عبد الملك. ألف مبروك.